انطلاقات الخرطوم وواشنطن تدخل موسم الربيع، والثانية تؤكد التزامها بالسعي لرفع اسم السودان من قائمة دول الإرهاب. نائب رئيس الجبهة الثورية من ناوي يطالب أبناء الهامش بالخروج من التنظيمات الصفوية. نصف مليون تنقمح من الإمارات والسعودية إلى السودان لتعزيز الأمن الغذائي بالبلاد. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى جولة جديدة من السودان اليوم، التي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجزا اقتصادي وآخر رياضي. كما نتابع في ملف دارفور، ولاية غرب دارفور تؤكد حمايتها للقطاع الغابي. أما في فقرة أفكار وخبرات نتناول موضوع الخريف في السودان وتجهيزات الدفاع المدني لمقابلة السلبيات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل وقوف أمريكا إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية، وأبدى تطلعه للعمل ودعم بلاده إلى السودان من أجل الوصول لحكومة يقودها مدنيون. وقال هيل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في الخرطوم، قال إن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني لجعل المرحلة الانتقالية تسير حسب رغبة الشعب السوداني. وأوضح هيل أنه سمع التزامات قوية من الأطراف السودانية لجعل الفترة الانتقالية ناجحة وبمسؤولية، لافتا إلى أن واشنطن والمجتمع الدولي يدعمان التحول الديمقراطي في السودان، مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون مع السودان لإنهاء الحروب والنزاعات في المنطقتين ودارفور، مجددا التزام بلاده بالسعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد استيفاء المسارات الخمسة التي قطع فيها السودان شوطا مقدرا. أعلن المبعوث الألماني السفير فيليب أوكرمان ترحيب بلاده بالاتفاق بين الأطراف السودانية ودعمها للسودان في المجالات السياسية والاقتصادية والدستورية، مشيرا إلى أن ألمانيا ستواصل دعم عملية السلام في السودان ومساعدته على تجاوز التحديات الاقتصادية. والتقى نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي ياسر عطا بالقصر الجمهوري اليوم بالمبعوث الألماني، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع بالبلاد بعد توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع الماضي. وأكد المبعوث أن بلاده ظلت تتابع عن كثب التطورات الجارية في السودان. اختتم المبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان بوب فير ويز أول زيارة له إلى الخرطوم بعد اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول الوثيقة الدستورية. والتقى المبعوث ضمن زيارته بأعضاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وبالقائمين بأعمال وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعلاميين وناشطين من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان. وعرب المبعوث عن تفاؤله بالاتفاق مؤكدا تعزيز العلاقات الثنائية. التقى رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق والركن جمال عمر في مكتبه في القصر الجمهوري اليوم. المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد نيكولاس هايسوم وقدم له تنويرا حول التطورات، وحمل سيادته السيد نيكولاس دعوة من المجلس العسكري إلى الأمين العام للأمم المتحدة لحضور مراسم التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري يوم 17 من أغسطس الجاري، مشيرا إلى أهمية دعم الأمم المتحدة للسودان خلال الفترة القادمة. من جانبه أكد السيد نيكولاس هايسوم عزم الأمم المتحدة على دعم السودان خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يلي دعم جهود الإصلاح الاقتصادي. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المهتمين حول أبعاد زيارة وفد الخارجية الأمريكي للسودان وانعكاساتها على المشهد السياسي السوداني. الزيارات التي يقوم بها مبعوثين الدوليين للسودان سواء كان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، هي كل دولة بتعمل وفقا للمصالح المرتبطة بها وكيفية تحقيقها.
زيارتهم للسودان الآن السودان حاصل فيه حالة بتاعة سيولة سياسية في إطار تكوين دولة جديدة. فالآن كل مبعوث جاي يذهب يبحث عن الفرص التي يمكن تحقق أهداف التي أهداف دولتي. نفتكر أنه في ظل الانفتاح الحالي للسودان يعني الزيارات لها أثر كبير جدا، هي بتدعم الاتفاق التم ما بين المجلس العسكري وغوا الحرية والتغيير، ويمكن تحمل في مضمون أكثر من رسائل. يعني مثلا نحن نتوقع أنه المسؤول المبعوث الأمريكي يناقش المسألة بتاعت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للحرب. أعتقد أن التغيير الذي حدث في السودان سيلزم تغيير في جميع الاستراتيجيات التي يمكن أن يتعاطى بها السودان في الشأن الدولي. هذا ما جعل المبعوثين الأوروبيين والأمريكيين يعودون إلى السودان لمناقشة ماذا يمكن أن يحدث وماذا يمكن أن يقدمه السودان في مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وهو الملف المشترك الذي يديره السودان مع أوروبا وأمريكا وغيرها. لقاءات متصلة بين الإدارة الأمريكية والمسؤولين في السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر في إسقاط النظام السابق الذي لم تتعدى فيه العلاقات بين البلدين مربع القطيعة والتوتر، وظلت العقوبات الأمريكية ترهق الفعل السياسي والاقتصادي في البلاد طيلة حكم الإنقاذ. أرى مراقبون أن سحابة الصيف بدأت تزول بين الخرطوم وواشنطن والدخول في فصل الربيع للعلاقات والتعاون المشترك، في ظل زيارات متكررة لمبعوثين دوليين إلى الخرطوم في هذه الأيام. توقيت الزيارات المتلاحقة لمبعوثي المجتمع الدولي إلى الخرطوم قبيل التوقيع على الاتفاق النهائي بين أطراف الأزمة السودانية يشي بقرب تطور العلاقات الدولية لعاصمة النيلين في مقبل الأيام، خاصة بعد استقبال الخرطوم لمبعوثي كل من المملكة المتحدة وواشنطن، واللذين يجريان مباحثات ماراثونية واسعة ضمت المجلس العسكري والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. يقولوا إنهم هم يدعمون التحول الذي حدث في السودان لقيام وضع انتقالي مدني ملتزم بتحقيق السلام والديمقراطية والإصلاح الاقتصادي. أعتقد أن هذه الزيارات يعني تنسب لهذه الروح وهذه المعاني. رغم إيجابية زيارات المبعوثين الدوليين في هذا التوقيت، إلا أن البعض يرى أن المجتمع الدولي دائما يقدم وعودا للخرطوم ولكنه لا يفي بالتزاماته تجاهها، في وقت يحاول فيه السودان إيفاء التزاماته تجاهه كمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. هم دائما في أطروحاتهم بيعدوا الأطراف المختلفة بأن الأوضاع إذا استقرت والناس توصل للاتفاق هم حيقدموا مساعدات كبيرة. حدث هذا في نفاشة ولم يوفوا بالوعود، يعني بيبقى تدخل ووساطة لا تعقبها يعني مساعدات إذا الناس فعلا، لأنه أي اتفاق سياسي محتاج لأرضية اقتصادية ينهض عليها، هذه الأرضية الاقتصادية لن تنجح ولن يمكن أن تنجح إذا ما تلقينا يعني معونات ومنح خارجية. صحيح ممكن نصل لمرحلة الاعتماد على الذات لكن في البداية لا نستطيع أن نفعل ذلك. مصالح مشتركة تجمع السودان وشركائه الدوليين تحتاج إلى تفعيل في الفترة المقبلة من عمر المرحلة الانتقالية التي ستجابه بعديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، حيث يرى متابعون ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه السودان، خاصة إخراج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. زيارة المبعوثين الدوليين إلى السودان هذه الأيام عقب توقيع الاتفاق الدستوري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري يراه مراقبون إيجابيا، ولكنه يحتاج إلى مزيد من دفع الجهود من أجل إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه السودان. إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطوم. للتعليق حول الموضوع معي عبر الهاتف المحلل السياسي محمد المعتصم حاكم. سيد معتصم مساء الخير. يا مساء النور. مساء النور. بدءا، كيف تفسر زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل
للخرطوم في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد ولقائه بالمجلس العسكري وأيضا قوى الحرية والتغيير؟ نعم. ظلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الثورة متابعة ومهتمة ومنفعلة مع كافة الخطوات التي كانت تسير على الثورة منذ بداية انطلاقها حتى الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في الأسبوع الماضي بين قوى التحرير والمجلس العسكري. مما لا شك أنه أمريكا لها مصالح استراتيجية في السودان، يجب أن نفهمها جيدا. أمريكا عندها مصالح في دول حول السودان، عندها مصالح موقع السودان الاستراتيجي، يعني ما يبقى الفهم أنه نحن عندنا مصالح عند أمريكا، بس لا، أمريكا نفسها هي عندها مصالح معروفة ومؤكدة ومنذ زمن طويل. الآن الزيارات رفعة المستوى من مساعد وزير الخارجية ديفيد هيل وآخرين في الفترة السابقة هي جاءت لتؤيد وتدعم الاتفاق الذي الدستوري، الإعلان الدستوري اللي تم التوقيع عليه بين قوى التحرير والمجلس العسكري. وبالتالي هنالك دعوة من كافة الشعب السوداني في أن ترفع أمريكا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه القائمة أضرت بالسودان كثيرا اقتصاديا وسياسيا، وحتى كافة الدول الأوروبية ظلت تتعامل مع السودان طيلة السنوات المضت بتحفظ شديد لأن السودان اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب. الآن نحن جميعا قوى التحرير المجلس العسكري نسعى ونتطلع إنه أمريكا تزيل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وده ممكن يحدث، لكن هنالك بعض التحديات التي ما زالت موجودة وتحتاج لمعالجات وتحتاج إلى وحدة الصف الوطني حكومة ومعارضة عشان السودان يعمل. على رأس هذه الأشياء المهمة في دارفور وجبال النوبة والمياه الأزرق، نعم خطينا خطوات إيجابية مع الجبهة الثورية، لكن البيان بالعمل. أنا متأكد إنه أمريكا بيكون في ذهنها هذه المسألة المهمة، وقف الحرب، عودة اللاجئين، معالجة قضايا النازحين، القضايا المتعلقة بالصرف المادي الكبير جدا على تلك الحرب منذ سنوات طويلة. وبالتالي أتطلع وأتوقع إنه أمريكا تفكر في الأيام القادمة بعد أن تستقر الحكومة الانتقالية المدنية، وده كان هدف استراتيجي عند الأمريكان إنه لا بد أن تكون حكومة مدنية من المدنيين تحكم السودان لفترة انتقالية وتنقل السودان إلى تحول ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة لكي يفوض الشعب من يراه مناسبا عبر تلك الانتخابات. أمريكا أيضا مهتمة بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة، حرية الصحافة، حرية التعبير، هذه القضايا مهمة في أمريكا. وبالتالي أنا أتوقع أن قوى الحرية مع المجلس العسكري ومجلس السيادة القادم مع الحكومة المتوقعة في الأيام القادمة والأسابيع القادمة أن نعبر، وفي الإمكان أن يزال اسم السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب بجانب الدعم الاقتصادي الممكن أن يكون من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، هذه الدول وعدت لأنها تقدم دعم مادي كبير جدا للسودان حتى تستقر الحالة الاقتصادية فيه. طيب السيد محمد المعتصم، يعني حديث المبعوث الأمريكي للخرطوم كان إيجابيا كما قالت وسائل الإعلام، خاصة في جانب دعم حكومته وشركائها للشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية. نعم أمريكا وعدت وستنفذ وعدها. نحن عندنا مشاكل قديمة مع البنك الدولي، ودي أمريكا ممكن تسهم في معالجتها، لأن البنك الدولي متوقف تماما عن دعم السودان أو حتى الاستدانة منذ زمن طويل جدا. الشيء الثاني، أمريكا نفسها يمكن أن تقدم الدعم المباشر لمعالجة القضايا الاقتصادية
في السودان وكذلك الاتحاد الأوروبي. أنا أفتكر أنه أمريكا جادة وأمريكا عندها مصلحة حقيقية في السودان، وبالتالي هي بتنظر لمصالحها وبتنظر كمان للقضايا الشعوب. يعني الشعب السوداني عانى معاناة ما بعدها معاناة في المسألة الاقتصادية، عانى حتى في الخبز، عانى حتى في الوقود، وعانى في كافة مجالات الاقتصاد والحياة اليومية الشعب السوداني عانى، وبالتالي أمريكا تعلم ذلك وتعلم عن طريق مكتب الموجود في الخرطوم مدى المعاناة التي يعيشها المواطن السوداني. وبالتالي المدخل الحقيقي للتعاون هو دعم الاقتصاد السوداني الآن وليس غدا لكي ينهض السودان. والحكومة الانتقالية لا تستطيع أن تعالج كافة القضايا الاقتصادية وحدها إلا بالخارجي وبمساندة أمريكية وأوروبية. طيب أستاذ محمد المعتصم حاكم، يعني ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعني بجانب حتى المجتمع الدولي باتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لماذا هذا الترحيب الكبير بهذا الاتفاق بين بين قوى الحرية والمجلس العسكري؟ نعم، أن المجتمع الدولي بينظر إلى استقرار في السودان، استقرار السياسي والأمني. المجتمع الدولي يرى ما يجري حول السودان، حركات بوكو حرام في أفريقيا وداعش في ليبيا ويحدث في كل المنطقة، وبالتالي متخوف المجتمع الدولي أن يحدث في السودان ما حدث في تلك البلاد. وإذا حدث في السودان ما حدث في تلك البلاد سيكون هنالك خراب، سيكون هنالك عدم دعم ومساندة للاستراتيجية الأمريكية وإنجازاتها وتركيزها في المنطقة في السودان. وبجانب ده نجد أنه المجلس العسكري هو التغيير، خطوة الخطوة المهمة والشاقة جدا بعد عناء، وده أسعد كافة هذه الدول وأحس بأنه يجب أن يقدم الدعم لهذه الدول. شيء آخر يتعلق بالهجرة الغير شرعية، هناك عدد كبير من المواطنين الأفارقة يعبرون السودان إلى ليبيا ثم البحر المتوسط وإلى أوروبا. هذه الهجرة الغير شرعية لا يستطيع أن يصدها ويقف أمامها غير السودان لاعتبارات كثيرة جدا. الموقع بتاع السودان، والسودان يملك الحلول لهذه الهجرة الغير شرعية بمعالجة جذور الأزمة نفسها. لماذا يهاجر الشباب إلى أوروبا؟ لأنه ما في إنتاج وما في عمل وما في مشاريع للشباب في الدول الأفريقية، وبالتالي بدلا من يصرف الاتحاد الأوروبي تلك الملايين على 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 مكافحة الهجرة الغير شرعية، فليصرفوا تلك الملايين على التنمية. ما أعتقد أن هنالك أفريقي أو سوداني يفكر في الهجرة إذا وجد استقرارا في بلاده، وجد سلاما في بلاده. وسلامة في بلاده دي تغذنيها أستاذ لمسألة مهمة جدا اللي هي المسألة المتعلقة بوقف الحرب وإحلال السلام ومعالجة كافة قضايا النازحين واللاجئين، اللي هي دي على صدر وعلى واجهة الحكومة الانتقالية الغادمة. والحكومة الانتقالية الغادمة يعول عليها المجتمع الدولي في أن تحكم بالقانون وأن أن 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 تحاكم الذين أفسدوا في هذا البلد. يعني يجب محاكمة كل الذين نهبوا أموال الشعب السوداني، لننظر لها المجتمع الدولي نظرة فاحصة ونظرة مهمة، بجانب أهمية محاسبة ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم إذا كانت في الوظيف أو إذا كان في مكان الاعتصام أو إذا كان في ولاية أخرى. طيب السيد، عفوا للمقاطعة، السيد محمد المعتصم حاكم، يعني أخيرا هناك يعني أجواء إيجابية وتحول كبير للمجتمع الدولي ونظرته للسودان، كيف للسودان أن يستثمر هذا الجو الإيجابي في مصلحته وتطوره وتقدمه؟ السودان يا أخي العزيز يمكن أن يستثمر هذه الدعوة وهذا الانفتاح الدولي والإقليمي بالتضامن الشعبي. التضامن الشعبي يعني دون إقصاء. البناء ما فيه إقصاء، البناء يجب أن نضع أيادينا جميعا في 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 طاولة واحدة من أجل أن نفتح أبواب السودان ومن أجل أن يستقر السودان
ومن أجل الاستثمار في السودان بعد هذا الانفتاح الذي أتى حتى من آسيا، اليابان والصين وغيرها من الدول. كل هذه الدول بترى الآن أن السودان دولة واعدة ودولة مستقرة ودولة ديمقراطية ودولة تحترم حقوق الإنسان ودولة تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا الانفتاح يجب أن نشاهد بعض في أن هذا الانفتاح نستثمره استثمار إيجابي في أن نفتح أبواب السودان وأن نقول لكل العالم أنه هذه الدولة دولة آمنة ما فيها دواعش ما فيها إرهاب، هذه الدولة مفتوحة للاستثمار في الذهب في البترول في الأشياء الاقتصادية المعروفة في السودان. وضحت الفكرة والصورة المحلل السياسي محمد المعتصم حاكم، كنت معنا من الخرطوم عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وحول توافق قوى الحرية والتغيير على قائمة مرشحيها للمناصب التنفيذية خلال الفترة الانتقالية ودور التوافق في الإسراع بتشكيل الحكومة، استطلعت كاميرا طيبة عددا من المراقبين. بالنسبة لتجمع المهنيين، هي المسألة دي وردت من أصوات بترى إنه مجلس السيادة في تشكيله لا بد من إنه يكون ممثل لكل المناطق السودانية، والحاجة دي يمكن في ناس كان استشبوين، حتى المجلس العسكري في تشكيله ما كان، هو طبعا كان مربوط باللائحة بتاعت العسكريين وترقياتهم، فناس بيروا إنه مجلس السيادة مفروض يكون يستوعب كل الأقاليم والمناطق الجغرافية. أي تسريب فيما يخص قائمة المرشحين لمجلس السيادة غير ربما يكون غير موثوق بها في القالب، لأنه منذ بدء التفاوض وبدء عملية الترشيح من قبل الحرية والتغيير كنا بنسمع عن وجود أسماء من التكنوقراط والمستقلين وحتى وجود أسماء من الأحزاب في وقت أنه معروف للكل أنه الأحزاب ما حتشارك في الحكومة الانتقالية. أعتقد أن تسريب إعلان حرية والتغيير كتلة إعلان حرية والتغيير للأسماء المرشحين للمجلس السيادي هو عبارة عن جزنب للجماهير في البداية، وملاحظة أخرى يعني أنا من خلال تتبع لما يجري لاحظت أن هنالك داخل غوى إعلان حرية والتغيير اختلاف الرؤى حول تشكيل المجلس السيادي أو أعضاء المجلس السيادي وحتى أعضاء مجلس الوزراء. لا شك في أن توافق قوى الحرية والتغيير على قائمة مرشحيها للمناصب الدستورية خلال الفترة الانتقالية يعد خارطة طريق للإسراع في تشكيل الحكومة في وقتها، وهي خطوة مهمة في ترتيب الداخلي لقوى إعلان الحرية والتغيير والتعاون من أجل تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية. المزيد في التقرير التالي. توافق قوى الحرية والتغيير على قائمة مرشحيها للمناصب التنفيذية خلال الفترة الانتقالية يسهم بحسب مراقبين في تسريع تشكيل الحكومة. وكانت اللجنة الفنية المكلفة باختيار أعضاء الحرية والتغيير قد ناقشت في اجتماع الأسماء الخمسة المرشحة لعضوية المجلس السيادي إضافة لترشيحات رئيس مجلس الوزراء، واتفقت على عدد من الأسماء المرشحة للسيادي، كما أكدت قوى الحرية والتغيير جاهزيتها لإعلان مرشحيها في الوقت المطلوب. غير أن قيادات في حزب الأمة القومي دعت لمراجعة الإعلان الدستوري وتأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر من تاريخ تعيين رئيس الوزراء لاستيعاب ملاحظات الجبهة الثورية. وتقول الجبهة الثورية إن الوثيقة الدستورية تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم. وأثار هذا الرفض جدلا واسعا في الأوساط السياسية بعدما أعلنت الثورية أن الخيارات أمامها مفتوحة، متهمة قوى الحرية والتغيير بالنقوص عن تفاهمات تمت في اجتماعات أديس أبابا التشاورية. وسارعت قيادات حزب الأمة القومي المشاركة في اجتماعات أديس أبابا من بينها نائب رئيس الحزب مريم الصادق المهدي إلى إصدار بيان دعت فيه إلى الإيفاء بما تم في أديس أبابا، مهددة بالاستقالة من الحزب حال تجاهل مطالبها.
وشدد البيان على ضرورة إتاحة الفرصة لقيادات الجبهة الثورية للتشاور مع الآخرين حول تكوين الحكومة واختيار الوزراء وفقا لما تم التوافق عليه معهم. كما دعا البيان إلى مراجعة مصفوفة إنفاذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بحيث يتأخر تكوين الحكومة شهرا عن تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي يعين متزامنا مع تعيين مجلس السيادة بالطريقة التي تم التوافق عليها في أديس أبابا. وحسب الجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري فإن تعيين رئيس الوزراء يكتمل في 20 من الشهر الحالي على أن يعين الوزراء في 28 من ذات الشهر. جدد الرئيس لجبهة الثورية مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان الأمين العام لقوى نداء السودان جدد مطالبته بتضمين اتفاق أديس أبابا مع قوى الحرية والتغيير في الاتفاق النهائي يوم 17 من أغسطس القادم. وقال مناوي في تصريحات صحفية إنهم سيتخذون من المقاومة السلمية المتمثلة في المواكب والمسيرات طريقا لتحقيق أهداف الهامش، داعيا أبناء الهامش للخروج مما أسماه بالتنظيمات السياسية الصفوية والاتجاه إلى تكوين تنظيماتهم السياسية الخاصة بهم لتقديم قضاياهم. يذكر أن الجبهة الثورية طالبت بتضمين قضايا النازحين واللاجئين ضمن الاتفاق النهائي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. قالت رئاسة قوات الشرطة إنها قامت بالتنسيق مع لجنة شؤون الأمن بولاية شمال كردفان بزيادة عدد قوة شرطة المرور وآلياتها ومرابطتها بمنطقة السيول بقيادة مدير دائرة المرور السريع والإدارة العامة للمرور. وأكدت الشرطة أنها أرسلت قوات وآليات من الإدارة العامة للدفاع المدني تعمل على معالجة الأوضاع بالتنسيق مع الجهات المختصة الاتحادية والولائية بجانب التنسيق مع غرفة الباصات السفرية لتحريك الباصات بالطرق البديلة ريثما تتم المعالجة اللازمة. إلى ذلك أكدت الهيئة القومية للطرق والجسور إرسال عدد من الوفود إلى المنطقة المتأثرة بالسيول لمعالجة القطوعات بالشارع. الآن نتحول إلى ملف دارفور. أكدت حكومة ولاية غرب دارفور الحرص والاهتمام بالغابات ومحاسبة كل من يتعدى عليها وفقا للقوانين الخاصة بتنظيم الغابات والمحميات الحكومية. وقال والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي لدى مخاطبة احتفال الهيئة القومية للغابات بولاية غرب دارفور بعيد الشجرة القومية 56، قال إن حكومة الولاية تعمل على حماية الغابات باعتبارها ثروة اقتصادية وبيئية تسهم في وقف ومحاربة الزحف الصحراوي والتقليل من عمليات انجراف التربة من خلال تطبيق خطة وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية والهيئة القومية للغابات لاستغلال أجزاء كبيرة من الأراضي المحجوزة للغابات بمشاركة القطاعين الرسمي والشعبي لزيادة الاستزراع الغابي، مشيرا إلى وصول كميات كبيرة من بذور الهشاب لتغطية المساحات المخططة لهذا العام. نحن اليوم حضورا لنشهد زراعة مساحة 320 فدان بالأشجار المزمرة اللي هي أشجار الهشاب بالإضافة إلى أشجار الظلية كمصدات للرياح ومحاربة الزحف الصحراوي والتقليل من عمليات الجرف التربة اللي بتتم بواسطة الأمطار. إن شاء الله هي الخطة بتاعت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية أن تغطي مساحة 20,000 فدان بالأشجار الغابية. والآن حتى اللحظة هذه الوزارة قد تمكنت من زراعة 4800 فدان. نحن إن شاء الله من خلال القوانين الخاصة بتنظيم الغابات والمحميات الحكومية سنردع كل من يتعدى على هذه الثروة الاقتصادية والبيئية إن شاء الله في هذه المنطقة من خلال إجازة مشروع البيئة ومشروع حماية الغابات المحمية إن شاء الله.
أشادت قوى الحرية والتغيير في ولاية الشمال دارفور بالتوقيع على الوثيقة الدستورية بالأحرف الأولى الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. وقالت قوى الحرية والتغيير إن الاتفاق يتسق تماما مع نضال الشعب السوداني طيلة العقود الثلاثة الماضية، مطالبة بضرورة تضمين كافة المطلوبات والإجراءات الخاصة برؤية كتلة الجبهة الثورية كاملة غير منقوصة، معلنة تدشين مرحلة جديدة من الفعاليات الثورية والجماهيرية بمدن وقرى الولاية للتبشير بالوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي. شهد والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود زواج العفاف الأول ل54 من شيوخ الخلاوة وحفظة كتاب الله بدعم من ديوان الزكاة بتكلفة تجاوزت 1,000,000 جنيه. شهد والي جنوب دارفور اللواء هاشم بدور الديوان في الفترة الأخيرة والمشاريع الكبيرة التي يقدمها لقطاعات المجتمع المختلفة والمساعدة في إحصان شيوخ الخلاوة وحفظة كتاب الله. من جانبه جدد أمين ديوان الزكاة بالولاية دكتور يحيى عبد الله حرصه على استمرار برنامج الزواج لتحصين كل من لديه الرغبة. السودان اليوم متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. الخريف السودان وتجهيزات الدفاع المدني لمقابلة السلبيات التي تنتج منه. حياة طيبة. السودان اليوم متواصل معكم، الآن ننتقل إلى النشرة الاقتصادية. قدمت دولتا الإمارات والسعودية 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح. وأكد المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات من قيادتي دولة الإمارات والسعودية وانطلاقا من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد وصولا للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. أعلن المجلس العسكري الانتقالي تنظيم عمل السجل التجاري وربطه بالنشاط الحقيقي للاستيراد الخاص برجال الأعمال وتطبيق الشروط التي ترد في السجل على كافة الأنشطة الخاصة بذلك. أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم أن المجلس حارب الفساد الذي خلفه النظام السابق في مجال الأدوية، موضحا أن المجلس وفي بداية اندلاع الثورة فوجئ بانعدام المحاليل الوريدية. وأشار إبراهيم إلى أن الدولة دفعت 9 ملايين دولار لتوفير المحاليل الوريدية وسددت 75% من ديون بنك السودان الخاصة بالأدوية والبالغ 34 مليون دولار. عقد في رئاسة هيئة البحوث الزراعية في حاضرة ولاية الجزيرة وادمدني الاجتماع النصف السنوي لمكافحة الآفات المتكاملة للمحاصيل الزراعية بمشاركة عدد من الباحثين من المحطات البحثية ووزارة الزراعة والغابات والجامعات والمختصين. وقال مدير الهيئة دكتور أبو بكر إبراهيم إن الاجتماع جاء في وقت تحتاج فيه البلاد إلى جهود أبنائها لنهضتها ورفعتها، وأكد أن الهيئة حريصة على تطوير القطاع الزراعي بالسودان عبر التقنيات الزراعية الحديثة ومكافحة الآفات. إلى ذلك أبان مقرر اللجنة القومية للآفات والأمراض بروفيسور حيدر عبد القادر أن اللجنة تعقد اجتماعا نصف سنوي تقدم من خلاله عدد من الأوراق البحثية لمكافحة الآفات الزراعية. وقال إن الاجتماع السنوي يختص بمحاصيل العروة الصيفية وهنالك اجتماع آخر للعروة الشتوية. من النشرة الاقتصادية إلى الرياضية.
وصلت مساء الثلاثاء بعثة فريق كرة القدم بنادي المريخ إلى مدينة بجاية الجزائرية التي ستحتضن مباراة الفريق أمام مضيفه شبيبة القبائل، وتقرر أن تقام المباراة في 9 من مساء يوم الجمعة المقبل لحساب ذهاب تمهيد دوري أبطال أفريقيا. وكانت البعثة قد وجدت استقبالا حافلا من جانبه، وصف المدير الفني للمريخ مهمة فريقه أمام الشبيبة بالصعبة، مؤكدا أنهم سيبذلون أقصى ما يمكن لتحقيق نتيجة جيدة. قال المدير الفني للهلال نبيل الكوكي أنه سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريون سبورت الرواندي في إطار الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. وقال الكوكي أن منافسهم الرواندي وصل مرحلة جيدة من الجاهزية، أنه ظل يواصل تدريباته بصورة مستمرة. وأكد الكوكي إكمال الإعداد بأفضل ما يكون عندما خاض سلسلة من التجارب الودية. أكد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني والمشرف على المنتخبات الوطنية كمال شداد أنه يسعى لحل أزمة تعارض مباريات الأندية في البطولات القارية مع ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي. وقال شداد في تصريحات صحفية أنهم مدركون لحجم مشكلة تقاطع مباريات الأندية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية مع مباريات المنتخب الأول والأولمبي خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنهم يتطلعون إلى حسم هذا الملف من خلال وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة الكرواتي زدرافكو لوجارجيست لتنزيلها كقرارات إدارية. السودان اليوم متواصل معكم، الآن إلى فقرة أفكار وخبرات. أعلنت إدارة الدفاع المدني بولاية الخرطوم كامل استعداداتها لمجابهة مخاطر أمراض وسيول خريف هذا العام، وتناشد الإدارة المواطنين القاطنين على ضفاف النيل كافة أن يتوخوا الحيطة والحذر، خاصة في مناطق الهشاشة بالنيل الرئيس وفروعه المختلفة. فيما كشفت الغرفة بولاية الجزيرة اليوم عن تضرر عدد من القرى في محلية القرشي بولاية الجزيرة من الأمطار الغزيرة التي أدت لوفاة فتاتين نتيجة لانهيار منزلهما، هما الطالبة الجامعية خيرات محمد يحيى الجزولي ومرام آدم علي حمد النيل من قرية أولاد إمام. وأدى والي الولاية المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صباح اليوم الأربعاء واجب العزاء بالقرية في وفاة الشهيدتين. وجهت حكومة الجزيرة بمعالجة كسورات المصارف، كما تعهدت بمعالجة مشكلات المياه والكهرباء بالقرية، كما وجهت غرفة الدفاع المدني بتوفير الناموسيات وكل الاحتياجات الصحية. وضمن السودان اليوم نتحول إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى في بعض مدن ولايات السودان. المشاهدون الكرام، تكاملت اليوم أخبار السودان اليوم، حتى الملتقى في نشرة قادمة إليكم عناوين السودان اليوم. علاقات الخرطوم وواشنطن تدخل موسم الربيع والثانية، تؤكد التزامها بالسعي لرفع اسم السودان من قائمة دول الإرهاب. نائب رئيس الجبهة الثورية مناوي يطالب أبناء الهامش بالخروج من التنظيمات الصفوية.
نصف مليون طن قمح من الإمارات والسعودية إلى السودان لتعزيز الأمن الغذائي بالبلاد. شكرا لكرم المتابعة، أتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.